جاتني شكوى من اهالي عزبه الخمسين بالفيوم. الاهالي بيقولوا ان القريه غرقانه في مياه الصرف الزراعي ده، غير ان ما عندهمش صرف صحي، وكمان الميه ما بتجيش باستمرار. تعالوا نشوف مأساتهم ايه. في البلد هنا اسمها عزبة الخمسين، بس أنا بصراحة عندي يعني اعتراض على هذا الاسم، لأن المفروض تسمى عزبة المنسيين والمهمشين والمعذبين، المفروض كده. ليه؟ علشان تقاعس السادة المسؤولين. إحنا هنا بنعاني من مشكلة عويصة جدا وسهلة حل وبسيط جدا وميسر في متناول إيد أي مسؤول، لكن طبعا فيه تقاعس، يعني مش عارف، يعني عايزين بنحاول نعرف الأسباب، مش لاقين حل. يعني بالضبط البلد تعدادها قد يزيد عن 7000 نسمة، ويعني فيها حوالي 750 بيت او 800 بيت، والعزبة وقع بين يعني في منخفض، وفي بعديها جبل طبعا حول ارض زراعية او مزارع، مما ادى الى مية الصرف الصحي. مية الصرف الزراعي بالضبط عبارة عن سيول جرفت البيوت باللي فيها بناسها، حتى انكم حضراتكم شفتوا ولفيتوا فيه بيوت اصلا اتهدت على اهلها وسابوها مشوا. وكمان فيه مشكله اساسيه ومشكله يمكن هي عصب الحياه، اللي هي العيش او رغيف الخبز، ده مش متوفر نهائيا. والله العظيم يمكن فيه ناس بتدفع في الـ في الـ في الـ في ال 20 رغيف 5 جنيه. احنا دلوقتي في مدرسه ابتدائيه، المدرسه الابتدائيه فيها حوالي 315 طالب، بتخدم المنطقه ككل. المدرسة من حوالي تقريبا دلوقتي 3 شهور بتعاني من مشكلة الصرف الزراعي. خطورة المياه ديت بتتمثل أولا في المباني نفسها، لو المياه ديت صرف زراعي فيها نسبة أملاح عالية بتؤدي لتآكل المباني نفسها. بالنسبة للأثار بتاع المياه على الأطفال، أولا المية مليانة طفيليات، ده بيؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة بين التلاميذ، خاصة أنهم مرحلة ابتدائية لسه أطفال صغار سن. المدرسة مليانة مية وناموس وريحتها وحشة، أول ما بنخشها بنشمر هدوم. ما عندناش مية خالص والله، طفحين الكوتة وبيوتنا غرقانة، ما احنا عارفين نقعد. شوف عاملة كيف البيوت، مش عارفين نقعد خالص هنا في نواحينا، في الشقة اللي فيها دي كلها النواحي دي مش عارفين نقعد فيها، ولا عندنا مية نشرب. لا مش مبسوط، عشان الواحد ما بيعرفش يروح بيته، والمية دي فيها ناموس، فيها حاجات وحشة، الواحد ما بيعرفش يروح بيته، والناموس كل شوية مالي الواحد. المية مغرقة أنا، والناموس بياكل العيال بالليل، الحمامات مليانة مش عارفين ننزحها تعور تاني من الميات دي، والبيوت مليانة جوا مية، والجبة هو دي واقف مش عارفين نقعد من الناموس. احنا قاعدين في الاميات هنا ومغار، ننزع في الحمامات وننزع في الليل، والصوره تصبح مليانه، والبيوت غرقانه كلها ميه، ومش عارفين ننام خالص، لا احنا ولا عيالنا ولا المنطقه كلها. فكده ما ينفعش، ورحنا المجلس ما حدش رضي يعبرنا ولا حد رضي يجينا، ورحنا المجلس بالعطسه نفس السهرايه، يقول لك احنا عاوزينكم تدونا فلوس ونشتغل معاكم. فما ينفعش، احنا تعبانين هنا ندفع منها هاي الميه زي ما انتم ناطرين كده، فكده الكلام ده مش هينفع. طبعا البيت ده صاحبه سابه ومشي، عنده 3 عيال أو 4 عيال تقريبا، سابه ومشي. البيت تهد عليهم، سابه ومشي عشان المية، لان احنا العزبة دي في منخفض، والجبل كان حوالينا الجبل مرتفع، وزرع الجبل مزارع زرعت فضربتنا بالمية. فاحنا دلوقتي عايزين نعالج الموضوع ده، بنطالب الحكومة والمسؤولين يعملوا لنا بير تجميع مياه وخط صرف يودي في اي حته في منطقه منخفضه او في اي حته، يعني تصرف الحكومه
ساكتين كده ما ترحمتش بالميه، فاحنا حولنا المقابر قبلي والناس اللي هي قديمه دي ميته طبعا غرقانه الميه المقابر، وجميع حاجه هنا في المنطقه عن العزبه كل بالكامل رايحه الميه، مش عارفين اي واحد يسكن، والناس دي تعبانه خالص عايشين في ميه يعني حرام كده، وبياخدوا مننا مال وبياخدوا مننا فلوس للمباني دي ايجار الارض، ومفيش رحمه خالص ولا حد سال فينا. بيت اهوت هادها زي ما انتوا ناظرين كده وقع علينها، والله العظيم كان هيقع على يد الراجل اللي واقف ده وجارنا، انه كان الحيطه تقع على الراجل. المستشفى عندنا في القريه 50 مفيش دكاتره تجيها، المواصلات صعبه عشان الطريق مكسر، مفيش اسفلت ولا حاجه مشوا عليها، العربيات حتى مفيش عربيات تمشي عليها، يعني عشان دكتور ياجي يقعد يستنظر 3 ساعات او يجيب عربيه تقعد 3 ساعات ماشيه، يعني واحد وانا المستشفى القدس 30 كيلو عشان ابني يتعب، قلبني ديك النهار تعب وبقى له 3 ايام تعب، ما عرفتش اجيب عربيه اوديها، لا اقول لي خاف يطلع معايا قدس 30 كيلو بالليل، والمستشفى والعزبه يعني اقل حاجه 10,000 نسمه فيها، ولا فيه دكتور يقعد فيها ولا فيه حد يرد يقعد فيها، يعني صراحه عيشه كده تعب في تعب كده، والله تعب وحرام كده، حتى المسؤولين ما حد سال فينا خالص، عشان تعبانه وبيتنا تهدف من الميه بتاع اللي في البيوت، وقعت انا البيوت عندنا ميه وناموس واكل عيالنا، وحاله تعبانه يعني حالتنا تعبانه قوي، والله حرام وظلم ده، والله ظلم. معقولة ده حال مواطنين غرقانين في الصرف الزراعي وما عندهمش مية؟ مطلوب تدخل عاجل من السيد المحترم محافظ الفيوم. جاتني كمان شكوى من اهالي منطقة ابو تلات بالعجمي واسكندرية اللي شوارعها غرقانة بمية، مش عارفين هي مية صرف ولا مية جوفية، الناس هناك مش قادرين يدخلوا بيوتهم من المية، اشتكوا كتير ومحدش معبرهم، والمنطقة كلها مفيهاش صرف رغم انها منطقة فيلات وعمارات وكلهم بيعانوا والصيف داخل. تعالوا نشوف شكوتهم ايه. ابو تلات الرئيسي، كل سنه بالنسبه لنا الميه دي بتعلى وبنردم ومكلف والناس بتساهم والميه بتعمل عامله بعود ومناموس ووساخه ولا عارف مش قادره تعدي ولا بتتكسر، هو حلها بسيط سهل ان ياخدوا صرف الرئيسي ده ويصرفوا على المصرف الرئيسي اللي بره. الاطفال المدارس مش قادرين يروحوا المدارس، يعني لو طفل راح مدرسه النهارده لو ساعه بس ويرجع كله ميه الطفل، او المسجد زي ده ما فيش حد يدخل المسجد ده، يعني لو دكت بتاع شهرين يعني مش اي جديد، والناس كلها عامله نفسها ولا اي حاجه، والناس بتشتكي والاطفال بتيجي من المدارس بتشتكي غرقانه ميه وقعه في الميه حضرتك، وبعدين مش عارفين احنا نعمل ايه، لا حول ولا قوه الا بالله دينا. يعني عشان واحده زي بنتي اقعد معاها شويه تنقل عيالها لحد الشارع وتوصلهم للباص، عمليه فظيعه، إيه لازم عيل يلبس حاجة في رجله زي تزلك كده عشان يطلع على الشارع، ازاي؟ بلبس كزلك واروح المدرسة والفصل فيه 125 نفر، ولما بروح المدارس بالمية وبنيجوا غرقانين وبنروح غرقانين، لما بروح المدرسة الأبل بيضربونا. مفيش صرف صح حضرتك ولا أي حاجة خالص، ولا أي اهتمام، ولا عربيات صرف، والمواسير الصرف اللي جابوا المهندس الحي برضو عمل لهم مش عارف كم 2 مليون، وهي كلها ما تجيش ب 300-400 ألف جنيه حضرتك في الشارع، واتكسرت المواسير وراحت في داهية، وبعد الثورة سرقوها وباعوها برضو. ايه نحن فين هنا؟ نحن في مصر، نحن مسلمين بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش عارفين ننام ولا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب، ومن الريحة الوحشة هذيك سيادتك شايفة المنظر اهو.
ورحمه بينا ورحمه باولادنا. بقالنا سنتين ثلاثه هنا مش عارفين عايزين هنهاجر من المنطقه هنعمل ايه؟ طيب ما بنعرفش نخش البيوت، كل بيت قدامه كام طوبه كده نعدي عليها ونخش، تعبانين مش عارفين نعيش هنا. في اسكان شباب، مجمع عمارات كبير جدا ومحدش ساكن فيه لان المايه غرقانه جنبيهم. فاحنا بنقول عندنا ازمه اسكان شباب، لا احنا ما عندناش ازمه اسكان شباب، مجرد ما مرفق الصرف يدخل وندخل المرافق هنا هوفر كتير جدا. يعني احنا بنطالبه بالشرع ان ده يتعمل، يعني حرام كده الناس اللي عايشه هنا وهتعيش ازاي؟ طب اللي تلاقي قدام شقته قدام البيت بتاعه بحر، اي يطلع ويخش ازاي في الشارع؟ فاحنا بنتكلم يا رئيس الحي انزل وشوف على الطبيعه. انا بعت لك كذا شكوى ما اهتمتش بيها وحولتها على الصرف الصحي، الصرف الصحي، والصرف الصحي يقول ان ده مش تبع الصرف الصحي، ده لسه ما دخلش صرف صحي. فاحنا عايزين نشوف حل، حد يشوف لنا حل، حد يشوف لي العيال اللي بتغرق، حد يشوف لي المواصلات اللي ما بتخشش للمدارس، مع العلم ان في مدرستين هنا، مدرسه ابتدائي ومدرسه ازهري، مفيش حد بيخش ولا يشوف. يشوفوا الناس قاعده في برك، قاعدين في برك مش عارفين تقول لا. بهدي هذه الصورة القاتمة للسيد محافظ الإسكندرية ومنتظر أنه يتدخل ويحل مشاكل الناس.